لازم يكون في الموقف عشان بعضهم سوالف في الساعة زين يحكم يقول لا لو انه سوى ما له شكل ما له شكل نفس ايش اسمه ابن عباد الحارث الحارث ابن عباد قول ربما اربط النامه من الجار ومن شيم الكرام قبل ما در انه قبل يذبح ولده يوم ذبح ولده قال له اقتلنا به عدد النجوم الله يسلمك بيجينا عبد ابو فهيد ابو فهيد بعد شوي لازم ننجح فقرته الحمد لله الحمد لله ما توزع يا الربع ممكن طلب كلكم لا احد يجينا يقول نجح فقره لان ما صحينا من النوم الا بننجح هي للتذكير فقط هذا الحرص نجح هذا تنجح حطيب ولا عطيب قلنا يلا البارح اسمع البارح نفس المسيح يا الربع اقسم بالله العلي العظيم يا الرجال اللي ما ينجح فقره خويهم فيه ما برجل عندها اي والله في سيف ولا في غيره وش يتاخر يلا يلا توزع ما توزع اوه ابو كته اسمع حكي الساعه زين انا اعفو عنك ذا الحين لوجه الله من عفيت عنك عفيت عني وش من البضاب ترى لا يطلع ولد حزت مغايب يا ولد صبر حزت مغايب يعني حزت مغايب يعني قد حنا في المغرب على مشارف المغرب الله تعال نبه نعم يا الربع في شيء في شيء جديد في المطبخ اذا طلعتوه لكم مني 6 نقاط سعود حتيبي يلا شيء جديد اللي في بال طبعا في اشياء جديده بس اللي في بالي انا مشوت حداكم يلا بسرعه اصحون ها لا غيرها ايش اسمه دي شوف الا هي بس انت تركيبات وين اصحون انا ايش حاطي فوق اللي ورا الثلاجه وعندك شو اسمه الفرشه اللي الزيتون نعم صحيح انا شد انتباهي البصله دي ورا والصور اللي فوق تشوف انا بديت اشك ان سعود العتيبي والاخوان اللي انهم يضبطوا البرنامج اللي بعدنا ما بلنا والله العظيم اني من الرجال دايركت قال انا احسب انه حتى يوم خذيت اخذ غلطه داري انه من باب حرص هو ما ادري ايش وضعه هو ليش تاخر حتى شو نقول ايش فتره مغرب ايوه ايه توك تنصح اتامرون الناس بالبر وانتم تتلون الكتاب ايوه يا ولد انا من سمعت صوتك وصليت العصر وقت ساعه وقمت يا مت ايه لا شركه والله شركات اليوم عبد الله يقول والله شركات داري انا من فوت اتحداها يعلم معناها حسبتهن وداري اني ملك الفورما لا المشكله انا معك ديبان شافك جلست شاهد جلست معك ايه يا هلا يا عبد الله اهلا وسهلا بكره ها كذا تقدر تغير عرفت باتمان انا سلاح فنين لا 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 فيصل شوف يا رجل ترى لا الاوراق يا اخي صح عيال خلى الفلوس على جنب شوفوا عبد الله كيف متكي يا عيال شوفوا عبد الله كيف متكي صفت الاوراق لا شوفوا عبد الله كيف متكي الله يجزاك خير بجيب ايوه كذا طيب ترى والله ما تجيب والله ما تجيب خلاص انا بجيب انا وجيب قول له الله قرب على ما اقعد اقعد ترى ما بعشان كبير عشان ما تتعب لا يا اخوي رجال انت يا عبد الله يا الربع أمول